الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد. الله ربي واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤمن لم يخلق للتمتع واللهو والأكل والشرب فحسب، بل إن صلحت نيته وجعل ذلك كله لله عز وجل فإنه عابد لله حق العبادة. وقد أمر الله تعالى الناس بقوله: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى من آمن به: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يتوفاك الله عز وجل. فعبادة المسلم مستمرة إلى آخر رمق، وإن من نعم الله عز وجل على عباده أن جعل لهم في عامهم مواسم خير وبركة ينشطون فيها للتقرب إلى ربهم وتتضاعف هممهم للخير. وإن من فضل الله تعالى أنه يقابل إحسان العباد بإحسان أعظم منه، فالله تعالى يضاعف العمل الصالح وينميه ويبارك فيه للعبد حتى يجده يوم القيامة كالجبل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبيناً فضل الله وإحسانه على العباد: من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفاً. فانظروا إلى فضله سبحانه، صوم يوم واحد بهذا الأجر العظيم، فكيف بمن صام شهراً كاملاً ابتغاء وجهه سبحانه. ولقد بشرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للجنة باباً لا يدخل منه إلا الصائمون ويدعى الريان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يدخلون من هذا الباب ومن سائر أبواب الجنة. باب خاص ب
بأولئك الذين صاموا ابتغاء وجه ربهم، فهل بعد هذا يستثقل مؤمن صيام شهر رمضان؟ إن صوم رمضان يمحو الله عز وجل به الذنوب ويكفر به السيئات. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يخفى عليكم عباد الله أن منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الذي يكفر بصوم رمضان هو صغائر الذنوب، أما الكبائر فلابد لها من توبة وندم وإقلاع. والصوم من الأمور التي تشفع لصاحبها يوم القيامة. وتخيل نفسك يا عبد الله في يوم القيامة لا تملك شيئا لنفسك، ولا تملك نفعا ولا ضرا، لا تملك حتى الثياب التي تلبسها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. في ذلك اليوم العصيب تحتاج إلى من يشفع لك، تحتاج إلى من يعينك، ولن تجد من يفعل ذلك لك إلا ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. هذا للذي كان يصوم عن الطعام والشهوات ابتغاء مرضات الله، ولا يفطر ولا يقدح صيامه بشيء من المنكرات. ويقول القرآن، وهذا موجه إلى أولئك الذين لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، وحتى في رمضان لا يقرؤون إلا وجها أو وجهين ثم ينتابهم النعاس، كيف يشفع لك القرآن يوم القيامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. عباد الله، لقد كان الصحابة والسلف الصالح في رمضان يكثرون من قراءة كتاب الله عز وجل وتدبره، فمنهم من يختم القرآن في ثلاث، ومنهم من يختمه في سبع، ومنهم من يختمه في عشرة أيام. وكان للشافعي رحمه الله في رمضان في غير الصلاة 60 ختمة، كان له 60 ختمة، أي أنه يقرأ القرآن مرتين في اليوم، هذا المعدل. وكذا يروى عن أبي حنيفة رحمه الله ورحمهم أجمعين، قال ابن رجب الحنبلي: كان السلف يتلون القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها، وكان قتادة يدرس القرآن فقط في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: هو إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن الحكم: كان مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، أي أنه يترك كل شيء ويعتزل ويقرأ القرآن ويتدبره. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة، أي النوافل والتطوع، وأقبل على قراءة القرآن. والمسلم عباد الله يقرأ كتاب الله تعالى في يومه وفي ليلته، ويستمع إليه، ويستمع إلى قراءة الإمام في تراويحه وتهجده، ووالله لو عرف الناس ما في التراويح من الأجر العظيم ما فرط فيه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إلى من قام مع الإمام البارحة: قد نلت أجراً عظيماً، ولكن إنما الأعمال بالخواتيم. تأمل وتدبر وحاول أن تجتهد في قيام رمضان كله مع الإمام،
ولا تضيعن ليلة واحدة لأي سبب كان، فإن من لطف الله عز وجل أن خفف علينا قيام الليل كله. من يستطيع منا أن يقوم من العشاء إلى الفجر؟ هذا أمر ما يستطيعه ويطيقه إلا قلة من عباد الله، ومع ذلك فقد خفف الله تعالى عنا بفضله ومنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلو أنت قمت مع الإمام نصف ساعة أو ساعة حتى يسلم من الوتر كتب الله لك قيام ليلة، وإن فعلت ذلك كل ليلة من ليالي رمضان فأنا ضمين لك أن الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك، لأن هذا هو ما وعد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن للأسف كم زهد أناس في هذا الأجر العظيم فأضاعوه من أجل مشاهدة برنامج أو مباراة كرة أو تسكع في الأسواق والطرقات أو بحجة التعب والإرهاق، إذ من الناس من يتعب من تلك الساعة التي يقومها الإمام في التراويح لا لمرض أو لكبر سن، بل لكسله وضعف همته وقلة المشجع له من أهله. وما درى أن رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر في رمضان أبي بن كعب وتميم الداري أن يصليا بالناس، فكان القارئ منهم يقرأ بالمئتين في الركعة، وكانوا يصلون حتى قرب الفجر يتكئون على العصي من التعب والإرهاق. فأين حالنا من حالهم؟ إلى الله عز وجل نشكو حالنا وضعف همتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنبي واستغفر لي ذنبي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، والسبب في ذلك والعلم عند المولى عز وجل أن جبريل كان يراجعه ويدارسه القرآن في رمضان. ولا شك أن مدارسة ومذاكرة القرآن تزيد في القلب الإيمان والتصديق بوعد الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان، أي تبرهن على ما في قلبك من إيمان واتكال على الرحمن عز وجل، فتنفق ولا تخشى من تلك النفقة. لذا أنت يا عبد الله مطالب بالإكثار من الصدقة في رمضان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على العباد بالصدقة والعطاء جاد الله عليه بالمغفرة وحسن الجزاء. ولا شك أن الصدقة في رمضان أفضل من غيرها أو أفضل منها في غيره من الشهور، وذلك لفضل الزمان، وهذا الذي يتصدق بماله لإطعام فقير أو إغاثة محتاج لا شك أن له من الأجر مثل ما لذلك المحتاج، لأنه أعانه على الصيام والقيام بصدقته تلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. ولا شك أنكم ترون في وسائل الإعلام حاجة إخوانكم في سوريا وفي بورما وفي غيرها، حيث يضطهد المسلمون لا لشيء إلا لإسلامهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
فهذا شهر البذل وهذا شهر العطاء، فليخرج كل منكم ما يحب أن يكون ظله يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المرء في ظل صدقته يوم القيامة. فأنت إن أنفقت ريالاً كان ذلك ظلك، وإن أنفقت 100,000 كان ذلك ظلك. ولا شك أن اجتماع الصوم والصدقة من أسباب مغفرة الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال الشافعي رحمه الله أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم والتشاغل ولتشاغل الكثيرين منهم بالصوم عن مكاسبهم. والكثيرون منا عباد الله قد جعلوا رمضان وقتا لإخراج زكاة أموالهم طلبا لفضيلة الزمان وتوسعة على الفقراء في هذا الشهر، فلنستعد بالصدقة لدفع البلاء عنا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديد حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وللأسف فإن من الناس من هو شحيح النفس واليد لا يتصدق خشية أن يقل المال الذي بين يديه. وأنت يا عبد الله إما أن تؤمن بوعد الله عز وجل أو تؤمن بوعد الشيطان. قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، هذا وعد من الله تعالى، أنفق أنفق عليك، وعلى الرغم من تصفيد مرضة الجان والشياطين، إلا أنهم مستمرون في الغواية في هذا الشهر العظيم وإضلال الناس، ولكن بدرجة هي أقل بكثير من السابق. فاحذروا من بقية تلبيس إبليس إذ يزين للناس أن رمضان هو شهر الصيام ولكن صيام النهار، فإذا جن عليهم الليل رأيت الجهلة والغافلين يخوضون ويرتكبون المعاصي والآثام، كأن الله عز وجل لا يعبد إلا في النهار، وكأن الله تعالى لا يرى ما يفعله الظالمون بالليل، تعالى الله عما يظن الظالمون به علوا عظيما. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا للشهر الكريم فضله ومكانته وقدره، اعرفوا ذلك في الليل وفي النهار، فإن الله عز وجل يرى ما تفعلون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على البذل والإحسان، اللهم اجعل هذا الشهر خير الشهور التي مرت علينا، واجعلنا فيه من العامرين لمساجدك يا رب العالمين، المقيمين لحدودك، الممتنعين عما نهيت عنه، الواصلين لأرحامهم، المطعمين الطعام، الذين يفشون السلام، الذين يقومون بالليل والناس نيام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.